السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو تكونوا بخير، أرجو تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل متابعين نستبع في الكل، تحية إليكم أينما كنتم. نواصل رحلتنا يا أخوة من مدينة جوك جاكرتا إلى جزيرة بالي. تمام، نحبوا البنزين يا أخوة كالعادة، البنزين خلص مني. وين البرتماكس؟ نتوكلوا على الله يا اخوة. طبعا المسافة ما بين جوجا وبالي 685 كيلومتر باذن الله. اهلا وسهلا بكم في جاوة الوسطى، هذه بوابة جاوة الوسطى يا اخوة، نمروا منها ان شاء الله. بوابة جاوة الوسطى، طبعا خرجنا من مدينة جوك جاكرتا متجهين في هذا الخط، وهذه البوابة ان شاء الله. طبعا المسافة لا بأس بها يا اخوة من جوك جاكرتا الى جزيرة بالي كما ذكرت لكم 680 كيلومتر، فربما اقطعها في يومين على حسب الظروف، نشوفوا يعني مكان توقفي اليوم. ولكن يا اخوة ان شاء الله خلال رحلة اليوم راح نزور منطقة سياحية، معلم تاريخي قديم جدا عمره اكثر من 1000 سنة من عهد الملك اللي كان موجود في هذه المنطقة، فتابعوا الفيديو يا اخوة نكتشفوا المكان ببعضنا ونفهموا قصة هذا المكان، المعلم التاريخي اللي راح نسطوله بعد شوي ان شاء الله. تمام يا اخوة قربنا نوصل للمعلم التاريخي اللي راح نشوفوه ان شاء الله. طقس حار جدا اليوم ما شاء الله يا اخوة. طيب يا اخوة وصلنا المنطقة اسمها شاندي بورو دودو، نكتب لكم ان شاء الله الاسم. طبعا المنطقة هذه فيها معلم اثاري يا اخوة، من قديم المعلم هذا مئات السنين. تمام، يقال ان المعلم الاثري هذا يعني سواه ملك من الملوك اللي كان في قديم الزمان في هذه المنطقة، او سلطان وما شابه ذلك، قديم طبعا قبل 1000 سنة ممكن. فخلينا نكتشف المعلم الاثري هذا الموجود في هذه المنطقة يا اخوة. طيب يا اخوة ما زلنا متجهين نحو المعلم هذا الاثري، طبعا واصبح منطقة سياحية. قبل شوية اشترينا تذكرة دخول 75,000 روبية اخو بالنسبة للمحلي، طبعا انا دخلت بسعر المحلي اللي عندي اقامة. برابر نيكالو ورناسين، وبالنسبة للاجنبي الزائر الساح يا سعر الدخول 350,000 روبية تيغراتوس ديما كولوريبو روبية. خليكم معنا يا اخوة، الاجواء حارة طبعا، تشوفوا المكان. وعندهم كذلك الباصات هذه يا اخو موفرينها، انا باش نركب في هذه الباص الشخص الواحد ب 20,000 روبية. بليز، هذه تذكر الباص يا اخوة، باص صغيرة 20,000 روبية. طيب يا اخوة تحركنا، مكان كبير طبعا والجو حار، قلنا خلنا ناخذ هذه الباص احسن. هذا هو الوضع يا اخوة، معنا هذا برادر، اكبر برادر ini nanti untuk pintu keluarnya setelah selesai tujuan ke Candi Borobudur. Pintu keluar utama lewat belakang. Oke, terima kasih. Oke, wassalam. وهذا هو المعلم الأثري يا أخوة ما شاء الله. طبعا مكان سياحي يا أخوة، يجوز زوار من كل مكان. طيب يا اخوة قربنا نوصله، طبعا هذا المكان يا اخوة اتضح بعد ما استفسرت، هذا المكان كان يعني يستخدموه للعبادة في عهد الملك السابق، كان في ملك في هذه المنطقة قبل 1200 سنة تقريبا. تمام، فكانوا يستخدموه لعبادتهم ان شاء الله. Thank you.
صعب يا اخوة الطلوع، حر، شمس حارة جدا. هذا هو المكان يا اخي. ما شاء الله حر، ولكن المكان هذا يا اخوه طبعا اكتشفوه. طبعا المكان هذا هو موجود قبل من قبل 1200 سنه تقريبا، ولكن اكتشفوه قبل 200 سنه اللي اكتشفوه الهولنديين يا اخوه. المكان هذا كان مدفون تحت الارض سبحان الله، فاكتشفوه الهولنديين وعاودوا رموه يعني عاودوا، فكان المكان يعني شبه يعني مدمر يعني، فالهولنديين عاودوا يعني بنوه من جديد، وسبحان الله يعني مكان يعني كانوا يستخدموه لعبادتهم يا اخوه. فالحمد لله نعمة الإسلام. مكان مخيف صراحة، منظر يخوف ما شاء الله. تمام يا اخوة، ودعنا المكان، نواصل طريقنا، الطريق امامنا مزال طويل طبعا، ان شاء الله اليوم الرحلة تكون موفقة وتكون رحلة امنة يا اخوة للاتجاه الى الميناء. طبعا المنطقة المتجهين لها يا اخوة اللي فيها الميناء اسمها كوتابانك، كوتابانك هذه المنطقة اللي فيها العبارة، عبارة جزيرة بالي. ما شاء الله يا اخوة جسر معلق، بسم الله الرحمن الرحيم. هاتيتي كبالير، جسر معلق يا اخوة فوق الشلال، لا لا فوق النهر، فوق النهر. طيب يا اخوة مرينا بالجسر المعلق اللي شفتوه قبل شوي، تحت الجسر كان في نهر يا اخوة ما شاء الله، طبعا اندونيسيا كلها انهار. الان دخلنا المنطقة صغيرة، منطقة ريفية، منطقة مزارعين، ونواصل ان شاء الله الطريق. كما تشوفوا المنطقة ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا يا اخوة، وكذلك راح نمر على غابة، ندخل الغابة بعد شوي تمام، ونمر على بركان يا اخوة، نشوفوا البركان نكتشفوه ان شاء الله، والله يسر يا اخوة. ابدينا ندخل الغابة يا اخوة، كما تشوفوا يعني منطقة بالفعل غابة، وقريبة من الغابة طبعا في متسكنين وكذا. هذه الغابة يا اخوة دخلنا لها، والله تجارب صراحة تجارب رائعة يا اخوة، تجارب لا تنسى، ذكريات لا تنسى في هذه الغابات وهذه الطرقات الجبلية، وتجارب يعني بصراحة انسان يكتشف في هذه الحياة يا اخوة، يعني إنسان لازم يكتشف ولازم يشوف ولازم يعرف. ونقول لكم هذه التجربة تعيشوا معي اللحظة يا إخوة، إن شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو، بهذه الفيديوهات، تكتشفوا إندونيسيا. يعني إندونيسيا بصراحة تفوز يعني من ناحية الغابات والجبال والأنهار والأمور هذه، يعني فيها مناظر طبيعية ولا توصف بصراحة. إن شاء الله تزوروها وتكتشفوها أكثر بإذن الله. نواصل الرحلة والله يسر يا إخوة. واو ما شاء الله
ما شاء الله. الطريق اللي مرينا منه قبل شوية اخوة بالفعل طريق غير عادي بصراحة، كما شفتوا في الفيديو الطرقات كلها مرينا عليها بصراحة، انواع واشكال من الطرقات في اندونيسيا، طرقات جبلية، طرقات صعبة، جسور، يعني جسور معلقة. فسبحان الله يعني. بصراحة يا اخوة حبيت نصارحكم بشيء خلال تجربتي في هذه الرحلة اللي هي تجربة الرحالة. ليس من السهل يا أخوة رحلة بالدراجة النارية قطع مسافات طويلة، أنا لحد الآن قاطع أكثر من 4000 كيلومتر تقريب من عدة نواحي يا أخو، من الناحية المادية، التكاليف، جدا جدا تحتاج إلى إمكانيات هذه الرحلة. ولا أخفي عنكم يا أخوة أنا ما عندي أي شركة تدعمني، أو يعني مثلا يعني شخص مقدم لي دعم مثلا من أجل شراكة معينة أو ما شابه ذلك، لأن معظم الرحالة يا أخوة اللي تشوفوا فيهم الرحالة اللي حول العالم واللي يقطعوا مسافات كبيرة يكون وراهم داعمين، يعني شركات أو أشخاص، ولكن ولله الحمد في بعض الأشخاص دعمني شوي شوي حتى نستطيع نكمل إن شاء الله، من ناحية التكاليف، من ناحية الخطر، متعبة تحتاج إلى شخص يتحمل يكون يعني جسمه قادر على القيادة الدراجة لمسافات طويلة، فليست من السهل. وكذلك الرحلة فيها يعني متعة وفي نفس الوقت فيها تعب. ما شاء الله بركان يا أخوة، هذا بركان ما شاء الله. أول مرة نشوف بركان أنا بصراحة. ها؟ شوفوا يا أخو الدخان. إني أسافر بركان كابوت يا. هذا دخان يا أخو ليس ضباب. ما شاء الله تبارك الله. الله يكفينا شره. اسمه قونونج. مرابي. قونونج مرابي. جبل مرابي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظنا وإياكم. طنا السينية آيس كريم في الأجواء الحارة، لازم آيس كريم. قبل شوي تعدينا على البركان يا أخو ما شاء الله، طريق جبلي كما شفتوا، الغابة، مناظر يعني لا توصف. وقفنا في اندومارات سوبر ماركت، العادة نرتاح شوي، كملوا الايس كريم، توكلوا على الله. طيب يا اخوة نواصلوا طريقنا، كما تشوفوا الطريق ما شاء الله طريق جميل، طريق ممتع بصراحة، اشجار يمين ويسار، طبيعة خلابة، طبيعة في كل مكان طبعا في اندونيسيا، يعني الاختيار في كل مكان، ولكن في بعض المناطق تختلف عن المناطق الاخرى من ناحية الطقس، في مناطق تكون باردة شوي وفي مناطق تكون يعني فيها حر على حسب يعني. الله في المنظر يا اخو، على
على فكرة يا اخو، من باب المعلومة، الناس تستفسر حول موضوع السفر الاندونيسي. لحد علمي يا اخوة، مؤخرا طبعا فتحوا السفر لجنسيات معينة، يعني قائمة معينة من الدول، تقريبا 42 او 43 دولة، منهم 4 دول عربية فقط، اللي هي الجزائر، استغفر الله، تونس والسعودية وقطر والامارات. تونس والسعودية، تمام، وقطر والامارات، هذا من 4 جنسيات يدخلوا الاندونيسيا بدون حجر صحي وبدون تأشيرة. التأشيرة موجودة في المطار، اما باقي الجنسيات للاسف تحتاج استخراج فيزا. ادر وبالنسبة للفيزا الإلكترونية إخوة، سواء الفيزا التجارية أو الفيزا السياحية، لأن حتى الآن في فيزا سياحية، فيزا إلكترونية. طبعا الجنسيات اللي غير مسموح لهم الدخول يعني بدون فيزا، يستطيعوا استخراج تأشيرة إلكترونية، سواء فيزا بزنس أو فيزا سياحية. طبعا في السابق كانت الفيزا البزنس فيها 60 يوم، وقابلة للتجديد 4 مرات داخل أندونيسيا إخوة، يعني كل مرة 30 يوم. الآن تغير القانون، الفيزا فيها 60 يوم وقابل للتجديد مرتين بس، كل مرة شهرين. هي نفس الشيء تقريبا، يعني المدة الإجمالية للفيزا 180 يوم، يعني 6 أشهر. وبالنسبة لهذه الفيزا يا إخوة، طبعا عن طريق شركة، لازم الكفالة تكون عن طريق شركة، يسوونها مكاتب هنا في جاكرتا. الحمد لله يا إخوة، تتخلى علينا الليل طبعا ما تشوفوا. طيب يا إخوة، الحمد لله تخلى علينا الظلام طبعا، وقفنا عند هذا المسجد نصلي إن شاء الله، ونواصل الطريق. قررنا نواصل الطريق إلى الساعة 10، 10:30، حاليا تقريبا الساعة 7. نصلي إن شاء الله، نرتاحوا شوي ونتروشوا شوي ونتوكلوا على الله. خليكم معنا يا أخي. اتخلى الليل يا إخوة وأمطار، ولكن قربنا نوصل للمدينة اللي راح نرتاحوا فيها إن شاء الله. ارتاحوا فيها الليلة يا إخوة، والصباح الباكر نواصل رحلتنا، ولكن لازمنا نتعشى قبل، انا جعت بصراحة. الحمد لله يا اخي، وصلنا للمنطقة هذه اسمها منطقة ناوي. طبعا دخل علينا الليل، نتوقف ان شاء الله في المنطقة هذه، نرتاح الليلة هذه، بكرة ان شاء الله الصباح الباكر نواصل رحلتنا. انا حاليا حصلت محل لبيع البرجر، نتعشى وناكل البرجر ونروح ان شاء الله للفندق نرتاحوا. والحمد لله، قبل شوي كانت امطار كما كنتوا تشوفوا. الحمد لله يا اخوة، ما تنسوش اعطونا لايك واشتراك في القناة. برجر يا اخوة ما شاء الله ممتاز. نكملوا البرجر ونتوجه للغرفة ان شاء الله نرتاح. الو، ها؟ طيب يا اخوة، الحمد لله وصلنا الغرفة، نرتاحوا ناخذوا شاور، نشوفكم على خير، نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.